أنت مكنت بالإجابة بدقيقة واحدة على هذا السؤال. البعض في العراق يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسمح لإيران بالتقدم بهذا الشكل، عندما أرادوا منع النظام العراقي السابق نظام صدام حسين من التقدم على المستوى النووي على مستوى الجيش وغيرها، عرفوا كيف يلعبوا اللعبة وحاصروه ووصلوا إلى عمليات غزو للعراق في عام 2003، لم يستغرق منهم إلا أياما قليلة ودخلوا إلى بغداد. البعض يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسمح لإيران بأن تنطلق. بدقيقة واحدة لو سمحت. إيران عام 2022 ليست كما كانت العراق في 2003. الموقف والبيئة الدولية بأكملها مختلفة تماما. في عام 2003 روسيا والصين كانتا دولتين أضعف كثيرا على ما هما عليه الآن. كان هناك مزيد من القوة الولايات المتحدة في 2003 وكانت هناك أوائل مراحل الحرب على الإرهاب. فإذا الظروف والملابسات التي واجهتها الولايات المتحدة في العراق في 2003 تختلف تماما، لا أستطيع مقارنتها أبدا بالوضع الحالي الذي تواجهه الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران في يومنا هذا.